في حمص قرية مودان بريف القصير نفضت عنها غبار الإرهاب بهمة قوات جيشنا الباسل بعد أن عانت من إجرام الإرهابيين المرتزقة الذي طال كل مفاصل الحياة فيها. قرية مودان من قرى غرب العاصي بريف القصير عانى أهلها من إرهاب العصابات المسلحة التي كانت تقوم بأعمال قنص وأطلاق القذائف على القرية لمنع أبنائها من ممارسة حياتهم. اليوم بعد أن بسط الجيش سيطرته على القرى المجاورة تعود الحياة آمنة إلى هذه البلدة. تعرضنا لكثير معاناة، يعني كثير يعني وصلت لمرحلة أنه واحد المواطن ما عاد يسترجي يطلع برات بيته. فالحمد لله رب العالمين بفضل الجيش العربي السوري رجع الامن والامان. كان في قنص على القريه عندنا ويضربوا قذائف هاوين من شرق الضيعه، ويعني اول شيء قبل ما يجي الجيش لهون كان في خوف من المسلحين، بس بعد اللي اجى الجيش الله يحمينا اياه الحمد لله صارت الامان والامان بالضيعه ورجعت الحياه الطبيعيه والحمد لله رب العالمين. بعد ما اجى الجيش لهون رجعت الامور طبيعيه، السكان اللي طلعوا من القريه رجعوا لها وهلا عايشين حياه طبيعيه. والله كان الوضع يعني مزعج سابقا، وهلا الحمد لله الامور مستقره وتمام الحمد لله فضل الله والجيش. يعني شو كان يصير؟ كان تجينا قذائف وقواسات وهيك شغلات، يعني الوضع ما كان مستقر من شرق العاصي. والله كان يصير يجينا قصف من شرق من الارهابيين ومشي اجى الجيش الحمد لله عاد الامن والاستقرار وانبسطنا وما ضل شيء عنا خالص. كاميرا الاخبار دخلت مدرسه القريه أثناء سير العملية الامتحانية في آخر أيامها من الفصل الدراسي، وبالرغم من كل أنواع الإرهاب لم ينقطع الطلبة عن الدوام لنيل العلم والمعرفة. ونبقى في ريف حمص حيث